السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أخواتي، في لقاء جديد وموضوع جديد. اليوم سوف نتحدث عن فيتامينات المهمة التي يجب على كل مربي أن يقدمها لطيوره. هناك العديد من المربين المحترفين لا يبخلون عن طيورهم بتقديم فيتامينات من قبيل فيتامين سي. هناك من سيتساءل بأن طائره لا يغرد. فقط قبل أن أدخل في صلب الموضوع، أود أن أشير إلى أن إن كان طائرك لا يغرد، أولا يجب أن تتأكد إن كان هو ما زال صغيرا، أو كان يعاني من مرض ما، أو كان في فترة غيار الريش. هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها يجب التأكد منها. فقط بقي سؤال يمكن أن نطرحه في هذا الموضوع، وهو أو سيطرحه بعض الإخوة، وهو أن الطائر كان يغرد قبل مدة ثم توقف فجأة. هنا يجب أن نشك في أمور، من بينها يمكن الأغذية المقدمة ل الطيور غير مناسبة، مثلا تفتقر إلى الفيتامينات وأيضا إلى البروتينات وأيضا إلى الأملاح المعدنية. فكل الطيور تحتاج إلى هذه الفوائد المهمة لصحتها. لهذا حاولنا التطرق إلى موضوع الفيتامين السي، والذي يوجد في البرتقال وأيضا الليمون. فما يهمنا في هذا الموضوع هو البرتقال. فكما نعلم إخواني أخواتي بأن البرتقال هو مصدر ممتاز للفيتامين سي، حيث يساعد تناوله بعد ذلك على تحفيز جهاز المناعة لدى الطائر، وأيضا محاربة التعب، وأيضا محاربة بعض الأمراض مثل نزلات البرد مثلا في الشتاء أو في المناطق التي بها تقلبات مناخية. أيضا يحتوي على البرتقال على كربوهيدرات متمثلة بالسكريات التي تجلب الطاقة بسرعة إلى الجسم. وأيضا هو الطارد للديدان المعوية داخل أمعاء الطائر. فنظرا لاحتوائه على حمض أو على أحماض، فكما نعلم بأن الديدان تكره الوسط الحمضي، لهذا الفيتامين سي هو مهم وطارد للديدان بشكل جدا جيد. أيضا بفضل الكاروتين التي تحفز إنتاج الخلايا العظام، وأيضا امتصاص الكالسيوم، وأيضا المحافظة على ريش الطيور. أيضا الحمضيات تقلل من خطر الإصابة بالتهابات البلعوم والجهاز الهضمي بفضل مضادات الأكسدة، وأيضا يساعد على تقوية حنجرة الطائر، وهذه بالتجربة. أصدقائي إخواني نحن عندما نقدم لكم أي شيء مفيد في عالم الطيور، فتأكدوا بأننا أولا قبل كل شيء قمنا بتجربته وتقديمه لطيورنا، وأيضا نستفيد من المربين الذين سبقونا في تربية الطيور، خاصة منها طيور الحسون وكذلك القناري، وأيضا طائر البلبل وطائر الشهرور وطائر العندليب. هذه الطيور المغردة التي تحتاج إلى مربين يعرفون ماذا يفعلون، ليس فقط هكذا يربون فقط الطيور فقط هكذا وثم هي تقوم بوضع البيض وثم التفريخ لا أستطيع أن أقول لكم أن هذا الأمر هو علم ويجب أن يتم دراسته عن طريق التجربة وعن طريق الممارسة. فالممارسة هي التي توصل المبي إلى مراحل مهمة تجعل منه ذا دراية بهذا العالم الجميل.
فقط يعني أريد أن أشير إلى أن طريقة تقديم البرتقال، وهو هناك طريقتين. الطريقة الأولى هي تقديم البرتقال للطيور، يعني عن طريق عصر البرتقال وتقديمه في المشربية. وأيضا هناك طريقة ثانية، وهي أن نقوم بقسم البرتقال إلى نصفين ووضعها في القفص. لكن أنا أحب الطريقة الأولى، وهي وضع يعني أو أخذ يعني ثلث من عصير البرتقال ووضعه داخل المشربية، ونضيف عليه ثلثين من الماء إلى يعني هذا الثلث من العصير البرتقال. إن شاء الله صراحة سيفيد طيوركم كما أفاد طيورنا. وأن أشير إخواني أخواتي إلى أنه لا يجب أن نترك هذا المشروب يعني داخل المشربية لمدة تتجاوز 24 ساعة، فهذا لن يفيد الطيور وسيصيبها بأمراض لا قدر الله، نظرا لأن هذا المشروب يمكن أن تتكاثر فيه البكتيريا. وأيضا يجب تقديم هذا المشروب فقط مرة في الأسبوع أو مرتين لا غير. ويعني تقديم هذا المشروب لمدة نصف يوم سيكون جلي. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.